خلاتني بوحدي مقرده بركنا وانا قلت لي طيح على صاحبتي وقلت لي راه تخدم عليا صدق ما كاين لا دماغ وما كانتش باغا تقد قربي خايفه منه واش هي داخله داخله عاد الاب وخايفه منه عباد الله راها باقا صغيره وقصيره كنطلب منه يعاونها ويرخف عليها الحكم وراه داخله مخها شويه وما كانش يدخو عليها قد الراجل اللي حصلتهم كاتم مجوج بها بلا كاغيط وكاذب عليا انا عمته وجا كذب عليا وجابوا لي ورقه وقال لي هانتي هاد التقطيع اللي عطاه لينا القاضي وصدق دايره بالنهار ديك 100,000 اللي عندي هي اللي خسرتها عليهم وضحك عليا والاخر يا هزيتيها وديتيها وقلتي لها تعالي هزي بنت جيبيها باش هي يدمرها باش يتفك منها حيت انا قلت لي هاد الدري اللي درتي لي هاد الحاله هزها واحد النهار وجابها وقال لي خليها عندك ونصير عليها قلت لي ماما دمرتيها من قريتها تهزها وتنوض تكاتب معاها ولا غندعيك ولا خري يدي بعد ما شافني ما دعيتوش هزيتها وديتها للسبيطار تخون الدراري هي قاده على الدراري هي راه براسها انا تاكل صب الله حوايجها براسها هي لما طيبت وعطيتها كالت ما تاكلش عاد غتجيبوا ولد الناس تربيه وتوكلوا هو اللي دار له هكاك حينت والديه ما بغوهاش قال لي عمتك ما كتبش لك الدار ما تاخذهاش واش انا عندي برايت ما نكتبها ليه ونخرج للزرقاء ياك تشوفوا داك الشيء اش كنجرى ما يمكنش ليا وهي ملي جابتها لك كيفاش ومن بعد الاخريه خرجتو البنت وديتوها لدار 16 وشاري الحوايج ومهدد البنت كيقول لها ما تقريش بيا وانا غنبقى نستناك حتى تخرجي عا ما تقريش بيا ما تقريش بيا راه حنا غادي نبقى نستناك حتى تجي وغنبقى نضرب عليك حتى نخرجك هو عاد بالو ما غاديش يتشد عاد بالو صافي راه دمر مريم مريم يتيمه وغير مربيها وامها ما شاعراش بيها وبوها ناكرها كيقول لك ماشي بنتي وامها كتقول لك راها بنته وهي طلبت منهم غير يديروا ليها غير الحل من دين تبقاش مجهوله الاب وما بغاوش هذاك الشيء عقدها مسكينه مثل تعقل على راسها من رجليها مثل تعرفت اش كدير هزت البنيه داتها لدار 16 وبدلوا ليها وبدلت الحوايج حطتهم داكشي اللي كانت لابسه ولبست جلابه خفيفه بيضه جات عندي هزتها في الطوموبيل جاو لقاو عشرتي مخليها عند الساروت حلت دخلت انا كنت خارجه المشروع بعد جيت لقيتها داخله كشات شي كيفاش تولدتي تغديتي عندي ثلاث ولدتي في الليل قالت لي اه قلت له امتى مشيت للسبيطار قالت لي رداني في الليل قال لي رديتها بالليل هو اللي قال لي راني ديتها بالليل والصباح وقفت معنا واحد الجمعيه وقالوا لي عا سير ديها بلا ما تخلص انا حنا نخرجوها لك وانت سير ديها بلا ما تخلص هذه هي الحقيقه ديالهم ودابا مسكينه هي خايفه تدخل وتخرج في الهضره راني بيت بارك حداها ما عارفه اش كتقول ولا تبلي في الناس وتجي فيهم هي مريضه مرضها اصلا هو مرضها ما طلعش عاقله على راسها ولا كذبت له سرعه ولا تنسيو ديالها وراه بالصفير شاده شوفوا لا عينك ولا تكمل حبسه تخرج ولا ما تخرج وانا كنطلب من الله وسيدنا يساعدها ووالدين هذيك البنيه يساعدوها تهما ويديروا لها تنازل غير يخف على شويه الحكم ما عندها صحيحه ويتيمه وانا مره رجاله ما عندي باش نتبعها واش قبلوني ندخل لها العوين ولا ما يقبلونيش